ندوزوا لها واخا الامتحان. واخا إذن غادي نعطيكم طاجين ديال البسباس إيه بطريقة أخرى حيت ناكلتي البارح. أيه كان وين طلب ديال مستمعة كتقلب على شهيوات ديال البسباس. يلا ناخدوه وطريقة بالريحة ديال جبال الأطلس. مرحبا بك. بسم الله، وإحنا معك أمينة. إذا طاجين ديال البسباس. نفت اللحم ولا الديك الرومي ولا الدجاج، إذن المهم اللي بطريقة ديال كاين الخبرة كل واحد عصا ديال يعني ناقة. يقدر يكون دجاج يقدر يكون لحم. دابا طريقة الفلوس هي اللي خاصها يسمعوها ويقيدوها مزيان. الفلوس كنشدوه، المهم تيتفصل بطبيعة الحال، وكنفوروه ايه مع شي طيفة ديال الحامض. فاش تيتفور نعم كنكونو موجدين واحد شرمولة بحال شرمولة تاعت الحوت، فيها القصور المعدنوس والثومة والكمون والتحميرة والحار، وماذا بينا نزيدو شوية ديال الهريسة. واخا باش تعطيه الحرار. والحمض مقطع، والزيتون زيتون حيد ليه العظم ومقطع رقيق مع الشرمولة. وكنشدو داك البسبس وكان بحال اللي كنصوطيو في ديك الشرمولة حتى تحري ديك الشرمولة صافي. وكتحطي داك الطاجين ديال اللحم، نعم، وكتحطي فوقه داك البسباس، وكدير فوق الزيتون والحمض مصير كيجي لذيذ. نم 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 نم. وهذا بالحق ما كيعاودش يطيب البسباس، ما تعاوديش طيبيه مع اللحم، لا طاجين رطب بوحدو لان البسباس مفور كيشرب لك البنات الشرمولة، وكتصبيه نيشان على اللحم اللي كيكون حتى هو طايب بوحدو. طيب اما اللحم ديال البقري ولا الدجاج ولا واخا. واللحم اللحم كيفاش كطيبيه اخت امينه؟ اللحم كيفاش كنطيبو؟ ما كنديرليش القصور والمعدنوس، كنطيبوه الا كان البقري كنطيبوه بالثومه نعم وسكين جبير خلاص الملحه وشويه ديال الابزار والخرقوم البلدي. انا ما كنديرش ذاك الخرقوم الاخر، يعني ما كيكونش اللحم ما كيكونش طيب الشرموله نفس الشرموله، كيكون عنده القوام اخر، دايره له عطريه واحده اخرى. ماشي كلشي مشرمل. اييه وكنديروا ليه الزيت البلديه وزيت زيت الزيتون وزيت المائده، نعم، يبقى يكون في الكاس المعلوم وصافي هذا الشيء. وفي الاخر كنعصروا شويه ديال الحمض على ديك المريقه، نعم، وكتجي لذيذه لذيذه، يعني كتجي بحال محمضه. نفس المقادير اللي قلنا اللحم غادي نديروه للدجاج وغادي نديروه السميسو ديك الرومي. تبارك الله عليك، هذه اذا شهيوه البسباس كيجي على شكل طاجين، يا اما باللحم الغنمي او البقري او الدجاج حسب المتوفر عندك لاله، واللي كيجي على طيبه الشرموله ديال الحوت، وكيجي محمض يعني بديك الثومه وزيت البلديه والحامض مصير والزيتون، غادي يجي محمض. تبارك الله عليك اخت امينه، رائع، تبارك الله عليك، انت رائعه وهذه الشهيوه عندك غزاله ما شاء الله.